لامود لامود شي حاجه كبيره بزاف. العلاقه تاعي بلامود ابدا جدا، انا الوالده تاعتي مصممه ازياء مدام رضا، يعني كبرت بلامود وكبرت في هذه المسائل. ديما تفصل لي داك الجبادورات ديالي كنت نغني بهم في الاول فاش يلا بديت نغني، من بعد وليت نلبس مودرن. مي جادور تو سكي فاشن مودرن نورمال، الفن تيبغي شي شويه تاع الالوان ولا كراجل مغربي كنحماق على الموضه. بالحق كنلعب على ما هو بلدي، كنبقى ديما في التراديسيونيل ديالنا، يعني ماشي هذا الشيء اللي كيشوفوا الشباب كيلبسوا الجينات اللبس، يعني كنبقى بلدي وكنبقى مغربي، ديما تخليني في داك لو تيم ديال بلدي. لا 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 انا ولد الشعب كنلبس كل شيء، ماشي ايه كنلبس لي مارك الا كنت غادي شي مناسبه وهذا وهذا، بيان سور اللي كنلبس لي مارك وهذا، ولكن انا كيولد الشعب كنتقدم لكاع لي مارك كي تيتقداو للشعب، تقدر من بوتيك يعني سميه معروفه ولا تقدر من بوتيك عاديه، يعني يمكن دونك علاقتي مع لاموند هي كنحاول انني نواكب شويه ولكن ماشي اكرو بزاف لاموند. هو صراحه الله يعني كل ستيليس واش هو اللي كيقترح عليا، ولكن بالنسبه للالوان انا كنبروبوزي الالوان وكل واحد تيعطيني الفكره ديالو بالحق تنختار.